في المعنون الإعلام وحرية التعبير في الدساتير السورية المتعاقبة قيود التسلط والأيديولوجيا، تناولت طبعا انطلاقا من فرضية تقول أن حرية الإعلام، حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام مرتبطة بالدساتير وموادها التي تنص على الحريات العامة وعلى ما يخص الإعلام وحرية التعبير بشكل رئيسي. ومن خلال استعراض كافة الدساتير السورية منذ الدستور السوري الأول في سنة 1920 في المملكة السورية العربية فترة الحكم الفيصلي القصيرة، مرورا بالدساتير أو الدستور بالأحرى اللي عمل به في خلال الانتداب، ثم دساتير الاستقلال من 1950، دستور الشكلي الدكتاتورية العسكرية 53، دستور الوحدة السورية المصرية المؤقت أو الجمهورية العربية المتحدة، ثم الانفصال، فحكم البعث في أكثر من دستور خلال حكم البعث المديد، والحقبة الأسدية في دستور الأسد الأب. ثم بالمقارنة بين المواد الدستورية اللي تناولت هذا الموضوع، لم يكن هناك خط واحد أو منظور واحد في هذا الصدد. بعض الدساتير أشارت صراحة لموضوع الإعلام أو حرية التعبير، وبعضها الآخر سكت عنه، لكن على الدوام كان هناك نوع من القصور إذا جاز الوصف بإعطاء هذا الحق سند الدستوري. كانت هناك بعض القيود أو الاشتراطات في نص المواد الدستورية عن الإعلام، من مثل ربط الحريات أو ممارسة هذه الحريات بقضايا قومية أو الأمن الوطني وغير ذلك من عبارات فضفاضة يمكن تأويلها على نحو يفتح مجال أمام قمع الحريات وإسكات الأصوات المعارضة. هلا بالختام، البحث خلص إلى أن التجربة التاريخية والدستورية بسوريا بينت لنا أن الدساتير والقوانين لا تشكل بالضرورة ضمان لحقوق المواطنات وحرياتهم المواطنين وحرياتهم لمجرد أنها موجودة، بل ممكن هي الدساتير تتحول لأدوات للقمع. لذلك المسألة مضمون هذه الدساتير. الأصل في الإعلام إباحة الرأي، ويأتي القانون لينظم المنع وليس العكس. هذا بتقديري من النقاط الهامة التي لا يجب أن تترك لقوانين تفصيلية شارحة، بل يجب أن يكون الدستور واضحا في نصه على حرية الإعلام والتعبير ووصونه.